المركز العاشر في هذا الأسبوع جاء فيلم الدراما الرومانسي Past Lives في أسبوع عرضه الثاني، وبمجموع أرباح وصلت لي 867,000 دولار. يحكي الفيلم قصة نورا وهاي سونغ، صديقات طفولة اللذان يلتقيان لأول مرة بعد انقطاع دام 20 عاما، ليعيشا أسبوعا واحدا معا بعد أن فرقهما القدر. Childhood sweethearts who reconnect 20 years later and realize they were meant for each other. In the story, I would be the evil white American husband standing in the way of destiny. Shut up. وفي المركز التاسع حل الفيلم الكوميدي The Machine في أسبوع عرضه الثالث، وبمجموع أرباح وصلت لي 10 مليون دولار. Talk to or hang out with him. All I want to do is hang out with him. I did not speak Russian. Yeah, machine. All I knew how to say was on the machine. It was literally the best summer of my life. We robbing this guy? This is Russia! أما في المركز الثامن جاء الفيلم الكوميدي About My Father في أسبوع عرضه الثالث، وبمجموع أرباح تجاوزت 10 مليون دولار. تدور أحداث الفيلم حول مهاجر إيطالي عنيد يزور مع ابنه عائلة الفتاة التي يرغب بالزواج منها، وقضى عطلة نهاية الأسبوع معهم. Damn show offs if you ask me. Who was to bring you here? But I didn't know you were going to spend the whole time embarrassing me. How could you say that to your father? وفي أسبوع عرضه العاشر حل فيلم المغامرة والرسوم المتحركة The Super Mario Bros في المركز السابع، وبمجموع أرباح تجاوزت 570 مليون دولار. Alright, that's the goal. وفي المركز السادس جاء فيلم الإثارة والحركة Fast X في أسبوع عرضه الرابع، وبمجموع أرباح وصلت لي 138 مليون دولار. Mobile jailbreaks, train robbers. If it could be done in a car, they did it. If it violates the laws of God and gravity, they did it twice. أما في المركز الخامس فحل فيلم الرعب The Boogeyman في أسبوع عرضه الثاني، وبمجموع أرباح تجاوزت 24 مليون دولار. I'm listening. Sweetheart, let me handle. ومحافظاً على المركز الرابع جاء فيلم المغامرة Guardians of the Galaxy Volume 3 في أسبوع عرضه السادس، وبمجموع أرباح تجاوزت 335 مليون دولار. Hello, we come in peace. Come on, Drax. Seriously, dude? No. وفي أسبوع عرضه الثالث جاء فيلم ديزني The Little Mermaid في المركز الثالث، وبمجموع أرباح وصلت لي 229 مليون دولار. وفي المركز الثاني جاء فيلم سبايدر مان أكروس ذا سبايدر فيرس في أسبوع عرضه الثاني، وبمجموع أرباح تجاوزت 225 مليون دولار. That's my little man. And a B in Spanish. What? Ooh, okay. Miles. Are you trying? Mira, eso es imposible. I gotta go. وفي المركز الأول جاء فيلم الإثارة والمغامرة Transformers Rise of the Beasts في أسبوعه الافتتاحي، وبأرباح بلغت 60 مليون دولار. تدور أحداث الفيلم في التسعينات، حيث سلالة جديدة من Transformers تتحد لخوض معركة كبيرة من أجل الأرض. كما ينتظر شباك التذاكر الأمريكي عرض مجموعة من الأفلام القادمة هذا الأسبوع، من أبرزها فيلم الدراما الكوميدي أستيرويد سيتي من إخراج ويز أندرسون، وفيلم الإثارة والفانتازيا The Flash، وفيلم بيكسر Elemental.